بياخد وقت قد ايه معاك يا عم نجم؟ اهو لغايه اهو وقت على طول يعني كده. طب ما كده انت هتخسر فيه. هنعمل ايه؟ حاجه هناخد منها عيب. هو الفايده له هو. الفايده اللي بياخده جاهز. ها؟ اللي بياخده جاهز بيبيعه هو اللي بيكسب. الباع بنص جنيه هو الكسبان. فين اللي حضرتك ماسكها في ايدك دي بتعمل منها ايه بقى؟ دي ممكن اصنع منها اي حاجه. اي حاجه؟ اي حاجه. طب هي المهنه دي اسمها ايه بقى؟ بتقال عليها ايه؟ فخار؟ دي الفخار. الفخار. افرش في هناك بتروح الاسواق يعني؟ لا السوق ده هو بتاعنا بتاع بالبيز دي بس ما بتروحش بره. لا. المكنة دي بموتور ولا بيه برجلك؟ لا برجلك. لا حضرتك بقى بتعمل ال طب واللولا بكام يا عم نجيب النار؟ نعم. اللولا بكام؟ اللولا بخمسة جنيه. عجينة مشلتت. كده حضرتك دي العجينة اللي دي العجينة اللي أنا بشتغل بيها. اللي بتعمل منها الحجر. طب ده من الطين ولا؟ إيه؟ ده من الطين ولا؟ طين. هو صحي هو صحيا كويس. في طواجن لميع وفي طواجن برضه من دي. عليها الطلب برضه. لميع أكتر. أكتر. يا عم نجيب. نعم. يومك بيبدا الساعه كام؟ بنقوم حوالي الساعه 8 وبنروح بعد الظهر كده. بعد الظهر. طب اللي بيجي مثلا بيكون عايز يشتري ايه؟ في حد لسه بيجي يطلب الزير؟ عاوز غلة، عاوز زير، عاوز اي حاجه. لا لا. اللي هو عاوزه يعني بالدور. الزير لسه ليه ناسه؟ ناس بتاخده؟ في ناس معينه بتاخد الزيار ده. ايه؟ متعوده على الميه انها تشرب. متعوده على الميه وعلى القله. في ناس ما بتشربش من الثلاجه اساسا. زي القلة البيضة ليها طين معين زي وكل حاجة لها يعني طيب. يعني في طينة بيضة وفي طينة سمرا. امال ايه؟ البيضة ديت للقلة. للقلة. طب بكام الحجر ده دلوقتي؟ نعم. بكام؟ هو بقى يبيعه بنص جنيه يبيعه بجنيه هو بقى براحته. هو ورزقه. بقى لها حوالي 50 سنة. بتشتغل وانت عندك 12 سنة؟ وانا 12 سنة. خدتها من مين بقى؟ ها؟ من مين؟ خدتها من مين؟ خدتها من الناس اللي كنا بنشتغل معاها. ما كانش في حد في العيلة مثلا؟ لا، ما كانش في حد في العيلة. انت تعلمتها عند صنايعي مثلا؟ انا تعلمتها صنايعي بس. نجيب محمد خليل هو. كم سنة عم نجيب؟ نعم. كم سنة حضرتك؟ 62 سنة. ربنا يديك الصحة. حضرتك منين بقى؟ من هنا. بيس.